السلام عليكم، كي درتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفلوغ من واحد لوبرج سميتو لا بيرجوري في النواحي ديال مراكش، حدا في النواحي ديال مولاي ابراهيم اسني هذا. المهم غادي نخلي لكم لي كوردوني ديالهم وغندير معكم واحد الجولة في الشومبر اللي خدنا. شومبر في شومبر في شومبر، يعني بالنسبة للشاري اللي خدنا جا حدا لابيسين، فيه دو شومبر، واللي عجبني بزاف هاد الشاليات داك الديزاين، يعني مبنيين بداك الحجر. بالنسبة للفراش كلشي بلدي، المهم حتى الديكوراسيون داكشي زويون بزاف. هانتوما كاينة هنايا شومبر فيها لي دوبل، ديرين هنا ثلاجة صغيرة اللي بغيتو ديرو الماء ولا شي حاجة. هنا كاينة شومبر فيها دولي، هاد لي زوبيرج ماشي اول مره تنمشي ليهم صراحه، بامال دو فوا مشينا لدي زوبيرج بزاف. دائما تتنقى داك الطابع البلدي غالب عليهم، لانه تيخدمو تتكون شي حاجه في الطبيعه، تيكون دائما لا الفراش لا الماكله لا كل شيء تيكون بلدي 100%. وبالنسبه لي زوبيرج تيجوني بالنسبه ليا، المهم يعني احسن من لي زوطيل مثلا وسط المدينه ولا شي حاجه، لانه تيكون وسط الطبيعه وهذا تيكون طابع اخر، وتيكون حتى الاختلاف في الديكور وفي هذا. يعني كل اوبرج تمشيو ليه تنبقاو دايرين ديكوراسيون اللي ما تنقاهاش في اوبرج اخر. هنايا الدوش، المهم كل شيء متوفر، يعني لي سيرفيس كل شيء كل شيء متوفر. المهم غادي نصور لكم هنايا الاوبرج من يعني شنو فيه، في لابيسين فيه، المهم الطبيعة كله فيه جرادي بزاف، حتى الناس اللي يبغيو يديروا لا مارش عندهم فين يتمشاو. وهذوك لي شالي راه متباعدين، يعني تتلقاو هنا شالي تاني بلاصة اخرى، يعني ماشي واحد حدا واحد لا. هذه تاني حاجة زوينة هنايا في هاد لوبيرج. المهم انا تنصور لكم البلايص اللي تيعجبوني وتيستحقوا اني نبارطاجيهم معاكم، ماشي لشي حاجه اخرى الا ان تشوفوا. يعني مثلا كنت ديجا حطيت لكم واحد الفلوج من دوز اوبرج في الصيف، وكانوا مشاو ليهم واحد يعني المتتبعات ديالي في القناه وقالوها ليا في الواتساب. يعني هما حتى هما ما كانوش عارفين دوك لي زوبرج، شافوهم عندي في كنت وريتهم عندي في لاشين. يعني حنا تنشوفوا بلايص في عند دي فلوج في قنوات اخرين، و يعني تنكونوا شي بلايص ما عمرنا شفناهم وتنكتشفوهم. يعني هذا هما هذا هو الهدف من الفلوج، لا لي شيء غير انه وحدين اخرين يعرفوا بلايص اخرين صافي. بالنسبه لهاد لوبيرج جرات اللي دخلتو درتو بوكين، هنا هو بالضبط نقول لكم بالضبط فين كاين، قبل من السد ويرغان كاين مولاي ابراهيم، تتفوت مولاي ابراهيم كاينه اسني، وكاين تاني الطريق ديال السد قبل السد بشي 6 كيلومتر تقريبا، من بينو وبين مراكش شي 66 كيلومتر هكاك بالضبط. هنايا كاينه واحد لا بيبليوتيك في الريستورون، دايرين هاد لا بيبليوتيك فيها كتوبة يعني دي زيستواغ، فيها بحال هاد لي جوي هكا بالنسبة للوليدات، يعني باش هكا كاين الويفي. المهم كي قلت لكم راه كل شي كاين بالنسبة للناس اللي تيبغيو يمشيو تيبغيو الهدوء تيبغيو الطبيعة، هادو بلايص زوينين بالنسبة للعائلات مزيانين. المهم انا غير صورت لكم، يعني خدتو فكرة كاملة على سميتو على لوبيرج. بالنسبه للغدا خدنا سلطه ماروكان والطاجين، لانه دايرين طاجين عم بالدجاج ولا باللحم،
ولا الطاجين ديال الكفته، واللي سالاد الديسير. المهم حنا خدنا سلطة سميتو هذا الطاجين بالدجاج، وصراحه يعني حتى الطياب غادي نقول 10 على 10، لانه البنه كاينه. واخا الجو ما كانش الجو زعما سخون باش البنات يعوموا، ولكن كان شويه بارد، شعلنا الشوميني. المهم ديري هنايا العود، وهذا شعلنا الشوميني باش يسخن الشالي. كان بارد الحال. هذا العشاء ديالنا، خدنا غير اتاي وخدنا الطاجين ديال الكفته، هادشي اللي خدنا في العشاء. خبيز ديال الدار. ومن بعد العشاء المفاجأة اللي داروا ليا انهم وصل الناس ديال الريستورون صايبوا ليا هاد الكاطو هذا، لانه كان عيد الميلاد ديالي. هذه المفاجأة صراحة اللي داروا ليا، وتنشكرهم بزاف للناس ديال الريستورون، لبناتي والزوج ديالي، تنشكرهم بزاف على المفاجأة، صراحة شي حاجة زوينة. سمعوا الصوت ديال الشتاء بدات تطيح دابا، يلا بدات تطيح، النهار ما كانتش. المنظر زوين صراحة. شفتي لها الطابلات ديالها؟ فين هي؟ صباح الخير عليكم. اليوم نهار جديد. صراحة واحد الهدوء كاين في هذه البلاصة، يعني تترتاح، تتسمعوا غير الصوت ديال الفريخات والصوت ديال الطبيعة. البارح في الليل كان الشتاء، واحد تاني تتسمعوا داك الصوت ديال الشتاء، عرفتي المنظر غزال غزال. واحد لو كان كاين في هذه البلاصة صراحة زوينة، تتستاهل الواحد انه يشوفها ويجي تاني مرة اخرى انه يزور هذه البلاصة هذه. يعني الناس اللي تيبغيو الجبال، تيبغيو الهدوء، تيبغيو الطبيعة، احسن بلاصه والله. زعما ملي تندير معكم شي فلوق البلاصه تتكون عجباني، دونك تنصورها تنبارطاجيها معكم. المهم غادي نسد دابا الفلوق، ومهم راه خليت لكم التليفون ديال لوبيرج سميتو لابيرجوري، اللي بغى يتواصل معاهم ولا هذا. وديجا راه كاين في بوكين، يعني درتو بوكين ديرو لابيرجوري، راه غادي يطلع لكم هادو يعني لي شومب وداكشي اللي عندهم، لي طاريف ديالهم وكلشي المعلومات. غادي نخليكم دابا مع صوت الطبيعة، غادي نمشيو نفطرو، نخليكم بعد المناظر من لوبيرج. Ash, 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 ash.